نروح لمداخلة مهمة جدا مع صحفي موريتاني الأستاذ محمد البشيري. أستاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير، مساء السعادة أستاذ أمير، تحية طيبة لك ولكل المستمعين. منورين مصر، منورين مصر. الله يخليك، مصر منورة بأهلها. يعني في البداية عايزين نتكلم على استعدادات المنتخب الموريتاني للمباراة المقبلة والهامة جدا الليلة إن شاء الله أمام المنتخب المالي، الأمور ماشية إزاي وخصوصا في ظل إنها أول مشاركة رسمية للمنتخب الموريتاني في بطولة الأمم الأفريقية على مدار التاريخ؟ صحيح، موريتانيا لأول مرة تتأهل لنهائيات كأس إفريقيا. الاتحاد الموريتاني تأسس الستينيات تحديدا 61، وتأهل أتى 2019 أكثر من 50 سنة، ونحن ننتظر هذه اللحظة التاريخية. أخيرا اللحظة التاريخية أتت، وموريتانيا في الكان سيفتتح المشوار مساء اليوم أقل من 3 ساعات، وموريتانيا يعزف نشيدها ويرفع علمها لأول مرة في المحافل القارية. بخصوص سؤالك عن الاستعدادات، الاستعدادات تجري، كانت تجري على قدم وساق، واختتمت مساء في الملعب الفرعي بمدينة السويس. هنا بمدينة السويس الناخب الوطني بالنقطة الصحفية التي تسبق المباراة بالأمس أشاد بالتحضيرات، خصوصا التي بدأت من المنوى في ملعب مراكش، وخاض خلالها مباراتين وديتين أمام مدغشقر ب3 أهداف والثانية أمام منتخب بنا وخسر بهدفين لهدف. كل الأمور باتت جاهزة، تلك حسابات الوديات وانتهت. الآن أصبح الأمر بشكل رسمي، هناك أمور من وضعها، هناك أيضا مسؤولية لا بد أن تحكم لها. هناك 4 ملايين موريتاني يستعدون وينتظرون هذه الطاولة، طالما انتظروها الآن هي أمر واقع ومعاش. فقط نتمنى التوفيق وأن يكون اللاعبون في يومهم قليل من التركيز وكثير من الدعاء، وبحول الله سنحصل النقاط 3. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، بما انها طبعا المشاركه الاولى ليكم يعني، وانتم منورينا في مصر، واحنا حظنا حلو ان المشاركه الاولى بالنسبه للمنتخب الموريتاني تكون من خلال استضافه مصر للبطوله. لكن بالتحديد عايز اتكلم على الشعب الموريتاني وفرحته بالمشاركه دي، واماله وصل لحد فين خلال البطوله، وكمان عدد الموريتانيين اللي هيأزروا منتخبهم في مصر هيكون قد ايه. ثانيه ليكون صريحين، كصحفي المنتخب من 20 اعتقد بان المجموعه صعبه وصعبه جدا. نحن في مجموعه الى جانبنا منتخب تونس احد اعرق واضخم وافضل المنتخبات الافريقيه، ايضا منتخب مالي ليس بالسهل، له تاريخ كبير في هذه البطوله رغم انه لا يمتلك سجل ذهبي فيها ولم يفز فيها، هو واحد بمطلع السبعينيات القرن الماضي وعشر مشاركات من قبل. ايضا لدينا في المجموعه وان كان منتخب انغولا معروف الى حد ما بالنسبه لنا كموريتانيين، كونه كان معنا في المجموعه وانتصرنا عليه في العاصمه نواكشوط وانتصر علينا هناك في العاصمه الانغوليه، لكن هذه حقيقه الاوراق، هذه حقيقه المطيات، تبقى حقيقه الميدان امر اخر. اقول بان الموريتانيين ياملون كثير في تحقيق نتائج ايجابيه والذهاب الى الدوري القادم من هذه البطوله. بخصوص حديثك عن البطوله، تقام لاول مره وموريتانيا تاهل لاول مره والبطوله تحتضنها مصر، اريد ان اشكر من هذا المنبر جميع المصريين الذين احاطونا بكبير من الكرم مضي وحسن الاخلاق من المطار ومدينه السويس. استقبال لا يمكن ان ننسى ابدا في مدينه السويس بالزمارة البلدي، هذه الامور بس انها تعني للشعب الموريتاني كثير جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد البشير الإعلامي الموريتاني المرافق لبعثة منتخب موريتانيا هنا في مصر.